بعد الاختبار دايما في ردود افعال، في ولد تلاقيه طالع وسعيد جدا عشان قبل في النادي الاهلي، بس بقول له خلي بالك ده الاختبار الاول، لسه في عندنا اختبارات كتير شد حيلك، وفي ولد بتلاقيه طالع وزعلان ومتضايق عشان ما وفقش، بقول له برضه لسه المشوار قدامك طويل، ان شاء الله لو انت لعيب كويس تحارب علشان توصل لحلمك. نروح نشوف التقرير ده مع مجموعه من اللاعبين اللي خرجوا من اختبارات او يعني اللي اختبروا داخل النادي الاهلي. اسمك ايه وجاي منين وعندك كام سنه؟ اسمي اياد وجاي من حدائق الاهرام. انا الحمد لله نجحت فيها وهكمل فيها واجي الاختبار الجاي عشان عايزه اكون لعيب من النادي الاهلي. اسمي فريد حازم وعندي 8 سنين وجاي من زهراء مدينه نصر. انا نجحت في الاختبارات النهارده وهكون لعيب في النادي الاهلي. اسمي احمد عبد الباسط وعندي 8 سنين وجاي من منصور. نجحت الحمد لله ونفسي وبحب محمد شريف ونفسي اكون زي عبد محمود. عندي 9 سنين جاي من المرج. اتقبلت ورب اكمل في الاهلي. اسمي حنان الرضا وجاي من المرج. الحمد لله ربنا وفقني واتقبلت. اسمي مازن احمد جبري الله جاي من اسكندريه، جاي من الساعه 6. انا ومامتي وجدي وبابايا قالوا لي تعالى يوم الجمعه الجاي. اسمي عبد الله محمد احمد جاي عندي 9 سنين جاي من بطل. الحمد لله نجحت لو تعالى يوم الخميس. اسمي زين ابراهيم محمد عندي 9 سنين جاي من القاهره قالوا لي هتيجي تاني يوم الخميس. اسمي حمزه محمد خالد عندي 9 سنين جاي من القاهره الحمد لله نجحت قالوا لي تعالى يوم الخميس الجاي.